فخامة الرئيس اتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية في 2016 وحصل تحرير لسعر الصرف، ووصل الدولار يطلع لحد ما تقريبا وصل يجي 19 جنيه، إلا أنه بعد كده أصبح بيهبط تاني لوصوله إلى تقريبا 15 جنيه 46 قرش. فكان في إجراءات اقتصادية هي اللي أدت إلى هبوط سعر الدولار لحد ما جت الكورونا. هل فندم فخامة الرئيس بيقدم مجموعة من الإجراءات وبرضو الإصلاحات الاقتصادية اللي من شأنها بعد شوية تخلق هبوط مرة تانية في سعر الدولار؟ عارف يا يوسف، فكرة انك انت تحسب قدرة الاقتصاد بتاعتك بسعر الدولار فكرة مش دقيقة يعني. واحنا كلامنا اتقال في المؤتمر خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، دي فكرة مش دقيقة ومش وقل تكون صائبة يعني. حلو. والفكرة كلها ايه؟ القضية اللي عندك انك انت بقى عندك العملة المطلوبة لتكفية كل مطالبك وزيادة. يعني لو انت بتستورد ب 100 مليار في السنة، او حجم الدولار اللي انت محتاجه في السنة للإنفاق 100 مليار، يبقى معاك 110 120 130 تجيب بال 100 وتحط ال 20 30 في الاحتياطي بتاعك، والسنة اللي بعده 20 تنين 30 لغاية لما يبقى عندك 200 300. وده بيعكس قدرة الاقتصاد. مش هتعمله غير بانك انت تقلل فاتورة الاستيراد وتزود فاتورة التصدير. عظيم. فاتورة الاستيراد تقللها وتزود فاتورة التصدير الصناعة. الايه؟ الصناعة. الصناعة. واحنا شغالين في برنامج يعني مبادرة كتبناها، مبادرة ابدأ لو كنت سمعت عنها. طبعا. الهدف منها كلها انك انت تعمل احلاء لكتير من مستلزمات الانتاج اللي انت بتجيبها من الخارج وتعملها في مصر. بس بياخد وقت كبير. اديك مثال. النهارده بتيجي تقول لي طب بتعملوا مصانع، ويلا ما عملتوش في 7 8 سنين دول مصانع. يوسف انا عشان اعمل مصنع لبيت الكوبايات مثلا بياخد مني 5 سنين. هيشغل في الاخر 700 800 واحد. ولازم اعمله يعني. مش مثلا لما اقول كده يعني ما يتعملش، لكن انت عشان تقدر تحمل صناعات كتير جوه مصر عايز ارقام كبيره قوي، وعايز يعني رجال الصناعه يعني. يعني حديث مثال يعني كنت بكلم وانا يعني احد رجال الصناعه المحترمين في صناعه الملابس الجاهزه. عظيم. فبقول له يعني انا عايزك اذا كنت بتصدر ب 500 عايزك تصدر ب 5 مليار. قول لي اعمل لك ايه؟ انا مستعد انفق معاك زي ما انت عايز، بس مش عشان اشاركك واخد فلوسك. عشان اصدر ب 5 مليار. عظيم. فاحنا يا يوسف اذا كنا بنتكلم عن الدولار، الدولار كحل لابد انك انت فاتوره استيرادك تقل، فاتوره تصديرك تزيد، ويبقى عندك الحجم الفرق بينهم تحطه في الاحتياطي بتاعك يخليك دايما ظهرك قوي يعني.